اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمله صينية بطاطس بالصدق الشرقي، روعة. سموا الله كده وصلوا على النبي وتعالوا نعملوها مع بعضينا. معايا كام فص توم مقشراهم خرطاهم، واحد المانجي ونص صدق شرقي، والصلصة اللي احنا مجففينها في الفريزر، والبطاطس. هنسمي الناس هنا سمنة على زيت اهو كده، ننزل بالثوم بتاعنا نديله تحميرة حلوة اهو، تحميرة كده اهو للثومة بتاعتنا. نسمي ونصلي على النبي. معلش انا جيت عليكم حبايبي، كان في ظروف بس شوية كده، وبعدين رجعنا تاني مع بعضينا ونعمله احلى صينية ناكله معاها رز بالشعرية او رز حبة وحبة اللي عجبكم، او نعمله مكرونة دي ولا دي، سواء دي ولا دي. اهو التومه كده بتحمر لونها بندي حلو، بندي كده. هننزل عليها بالصدق بتاعنا اهو، بسم الله اهو اهو، نقلب كده تقريبا مع التومه اهو. وبعدين هننزل عليه البطاطس بتاعتنا اهو، نسيبه كده لما لونه يتغير. وبعدين هننزل، اما ننزل بالصلصة نحط الماجي بتاعنا كده. علينا النار، نديله تشويحة كده مع السمنة مع التومة مع بهارات الصدق، عامله ايه شغل عالي. نسمي ونصلي على النبي حبايبي اهو، ندي تشويحه كده بالصدق، شايفين حبة صدق بالبطاطس هيبقوا روعة. ما بنحطش ولا بصل ولا اي حاجة، هننزل كده بالبطاطس بتاعتنا اهي على الصدق كده، مقطعينها مكعبات. كل ده هيهبط لما هنشوحه كده البطاطس والصدق مع بعض مع التومة. سهلة وبسيطة جدا جدا، ما بتحطلهاش بصل. لو ممكن محمرة التومة بتدي طعم خرافة خرافة لصينية البطاطس. التومة مع الصدق مع البطاطس، كده اهو تشويحة. هنحط بقى هنا اهو الملح بتاعنا، نظبطه ملح، ما ننساش ان الصدق فيه الملح بتاعه، الملح. ونحط الفلفل الاسود، انا في كل طبيخي بحط ملح وفلفل اسود فقط لا غير اهو. ونروح نازلين كيس الصلصة بتاعنا اللي احنا مجففينه اهو كده اهو، بسم الله ونسيبها على نار هادية تاخد الزبدة مع بعض كده. صينية البطاطس بتاعتنا ما خدتش ثواني ثواني اهو، بطاطس بالسجق، شايفين التلج بتاعت الصلصة. والصلصة دي بقى فيها السكر وفيها برضو ملح وفيها كل حاجة.
هنسيبها بقى تتشرب ونرجع لكم تاني. استنونا تستوي معانا ونوضحها لكم. استنونا ارجع لكم تاني. طيب رجعنا، هنحط بقى واحدة الماجي اهو، نكسرها كده اهو اهي اهي، حط نوعها كده بقى مية من الصلصة عشان تتشرب، وكده هنغطي عليها وشويه تغلي وندخلها الفرن. ايه رايكم بقى في صينيه البطاطس بتاعتنا النهارده؟ خرافه، ولا بصل ولا اي حاجه، الثوم هتدي طعم خرافه. جربوها هتعجبكم، دي هتسيح وتعمل لنا صلصه. ايه رايكم بقى؟ ورجعنا تاني حبايبي، عملنا صينية البطاطس بتاعتنا اهي، هندخلوها الفرن. شايفينها الروعة ازاي اهي؟ هندخلها تاخد وش في الفرن، هي استوت البطاطس والصدق وكله، هندخلها بقى الفرن تاخد وش كده اهو بالهنا والشفا حبايبي. شايفين عاملة ازاي؟ روعة روعة، صينية البطاطس روعة. هندخلها الفرن تاخد وش لون كده. والنهاردة دي كانت اكلتنا، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من يوميات حنة، وتعليقاتكم الحلوة الجميلة، واشوفكم في رعاية الله. استنوني بكرة، هتبقى اكلة روعة روعة روعة، اكلة قنبلة. واستنونا يعني بكرة غدا اشوفكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.